النجم عادل إمام الزعيم، نجم على مدار نص قرن، محدش أبداً قدر إنه يزحزح مكانته، لا في جيله ولا في الأجيال اللي قبله ولا في اللي بعده. الزعيم بدون منافس، علشان كده كتير بيعتقدوا إنه أبداً لم يعاني في شبابه ولا في صغره، وإنه اتولد وفي بقه معلقة من ذهب، والطريق كان سهل وممهد قدامه. لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما. أهلا بيكو في قناة أخبار ترند. قد لا تصدق إن الفنان عادل إمام عانى من الفقر في طفولته، لدرجة إنه كان بيروح المدرسة بهدوم قديمة، والأطفال كانوا بيضحكوا عليه، وأصبح فقره مادة للتنمر الدائم عليه كل يوم. عاش الفنان عادل إمام في حي فقير، والده كان عسكري بسيط في الشرطة، ولما فكر إنه يتجوز اتردد جدا، لأنه ما كانش معاه حتى تمن الشبكة. بيحكي الفنان عادل إمام عن طفولته المعدمة، وبيقول إنه في مرة كان نفسه في قطعة شوكولاتة شافها في محل، وطبعا ما كانش معاه تمنها، فالحل كان إنه يفضل واقف قدام المحل لحد ما يشبع من كتر ما يبصلها، وبعد كده خد بعضه ومشي. نقطة التحول في حياة الزعيم عادل إمام بدأت بعد ما دخل كلية الزراعة، لأنه فيها بدأ يمثل على مسرح الجامعة، وواصل كفاحه لحد ما تربع على عرش الكوميديا في مصر والعالم العربي كله، وأصبح طبعا واحد من أغنى الفنانين المصريين والعرب. لو لسه مكمل معانا لحد هنا وما اشتركتش في القناة، فأهلا بيك معانا في قناتنا أخبار ترند. من فضلك اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان نكبر قناتنا ويوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك فاوعى تنسى انك تعمل لايك وتكتب كومنت وتعمل شير. وسلام.